الجميع بيعرف بوجود كأس عالم لكرة القدم أو لكرة السلة أو لرياضات أخرى، لكن أنه يكون هناك كأس العالم لجمع القمامة ربما يكون الأمر غريب. سبوغومي رياضة جديدة اخترعتها اليابان وحولتها لمسابقة عالمية رح تتنافس فيها فرق عديدة من بلدان مختلفة بالأول من نوفمبر. بدأت القصة عندما أصبح جمع القمامة باليابان لعبة شعبية عام 2008 وتحولت لمسابقة محلية ثم عالمية تدعى سبوغومي، وهي اختصار لكلمتي سبورت أي الرياضة وغومي أي القمامة باللغة اليابانية. الجديد بالأمر هيدا العام هو تحولها لمسابقة عالمية، فاليابان بتستعد لإطلاق كأس العالم بجمع القمامة بالأول من نوفمبر المقبل. بيشارك بالمسابقة 20 فريق من عدة دول، من بين الدول المشاركة الولايات المتحدة، كندا، جنوب أفريقيا، الهند، أندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، الفلبين. الملفت بالأمر هو مشاركة دولة عربية وهي مصر. مدة المسابقة ساعة واحدة فقط، كل فريق بيضم من 3 إلى 5 لاعبين. قواعد اللعبة أنه على اللاعبين جمع القمامة وفرزة وفق ما يمكن حرقه أو إتلافه أو إعادة تدويره. أعقاب السجائر تحظى بأعلى النقاط، يمنع على المتسابقين الركض وأخذ القمامة من الممتلكات الخاصة أو المطاعم أو أماكن بتعرض للخطر كالسكك الحديدية. أما شو الهدف من اللعبة؟ فالغاية الأولى من هاللعبة هي حماية المحيطات من وصول المخلفات لإلها أو تلويثها. اكتسبت اللعبة شعبية كبيرة وأصبحت جزء من المناهج التعليمية، تحولت لثقافة بلد بأكمله، بحاول جعلها لعبة عالمية لتستفيد بقية بلدان العالم منها. تم صنع فيلم رسوم متحركة بيحكي عن مستقبل قريب تغدو فيه هيدي اللعبة بحجم وأهمية لعبة كرة القدم.